في العيد في محتاج الناس شايفاه فياخد لحوم تكفيه وتفيد، وفي اللي بعيد مش متشاف فتنسى وما فرحش بالعيد. مع برنامج صك الأضحية من بنك الطعام المصري تقدر توصل الفرحة لملايين مستنيين، فما تستناش وشارك مع بنك الطعام المصري اللي ما استناش، وكان أول من أسس صك الأضحية في مصر. اشتري الصك البلدي أو الصك المستورد، والذبح بيتم بشكل شرعي في أيام التشريق، واللحوم بتوصل بأفضل جودة لمليون أسرة في كل محافظات مصر. ما تستناش واشتري صك الأضحية وفرح ملايين أملهم فيك. بنك الطعام المصري، الطعام أساس الحياة.